هكمل مع حضراتكم ودراما رمضان واللي بيحصل في دراما رمضان وحلقات الأولى من دراما رمضان من المسلسلات اللي بدأت امبارح وبتعرض هنا في القناة الأولى. هو مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج، ومن أول حلقة الحقيقة المسلسل قدر أنه يعني ينال إشادات من الجمهور اللي شايف أن السنة دي ريهام حجاج بتقدم مسلسل مختلف ودور الحقيقة جديد عليها، وكمان بتناقش مجموعة من القضايا الهامة زي مسألة مواجهة الفساد والضمير والحق. خلينا نتكلم أكتر بالتفصيل عن مسلسل جميلة. دلوقتي معنا على التليفون أستاذ أيمن سلامة مؤلف المسلسل. مساء الخير على حضرتك وكل سنة وأنت طيب. مساء الخير وكل سنة وأنت طيبة وكل مشاهدي التلفزيون المصري، التلفزيون اللي احنا اتربينا عليه والبيت. اهلا بحضرتك يا فندم. لو تقول لي الخطوط الدراميه كده الموجوده في مسلسل جميله والقضايا اللي بتناقش داخل المسلسل. لا، هو في قضايا كتير جدا، اهمها قضايا ممكن حد من افراد الاسره ياثر على انسان اخر. يعني بمعنى ايه؟ ان ممكن ابويا او امي يعمل سلوك يأثر على مستقبلي من غير ما يكون ليا ذنب فيه، رغم ان هو المفروض ان اي حد يبقى عنده ابن في بوزيشن معين يبقى واخد باله جدا من تصرفاته. حضرتك هنا بتقصد النجمه ريهام حجاج لانها في النيابه. طبعا انا بتوجه بالشكر طبعا للنيابه الاداريه، هم الحقيقه هذا الجهاز الوطني العظيم كان في ظهرنا وقف معانا وامدني وانا قعدت الحقيقه مع يعني القاده او قيادتهم يعني، والحقيقه ناس في منتهى النبل وفي منتهى الاخلاق وناس ساعدونا جدا جدا في ان هم بيتصدوا للعمليات الفساد، اي فساد بيحصل، ولازم ان احنا نلقي ضوء على مجهوداتهم العظيمه اللي بتتم. فانا اخذت الخيط يعني حطيته جوه المسلسل الاجتماعي بتاعنا من خلال ان انا عملت البطله بتاعتي بتشتغل رئيسه نيابه اداريه. وكمان وشكل جديد ودعم كمان لفكره البنت المصريه ان هي تشتغل في وظائف مختلفه، وده طبعا يعني امتدادا للي بيحصل دلوقتي من ان تطور البنت المصريه تمكين المراه مختلفه بالظبط كده، وتمكين المراه. اعتقد المسلسل كمان يعني بيتناول جزء العلاقات الزوجيه بشكل كبير، لانه في الاول بيبان انهم علاقتهم كويسه ببعض وبعدين اعتقد انه في مشاكل، في خلافات. بس احنا بنغوص جوه الاسره، جوه مشاكل الاسره وما يحدث ما بين الازواج وبعضهم، ما يحدث ما بين الاصدقاء وبعضهم، ما بين افراد الاسره الواحده، ما بين افراد العائله. احنا بنناقش قضايا كتير جدا، قضايا اجتماعيه. واحده ببساطه شديده جدا من غير ما احرق احداث، لكن احنا مقدمين شخصيه جميله اللي هي جميله، هي جميله، جميله النفس والروح، ولديها اهداف وطموحات مثاليه، شخصيه مثاليه في زمن غاب عنه المثاليه. فازاي هي هتقدر تحارب طواحين الهوى؟ ازاي هتقدر تحارب اللي حواليها، الحاجات اللي حواليها سيئه؟ وهل هتقدر ولا لا؟ هل هتتمكن من ان هي تنجح في محاربه زي دون كيشوت كده؟ هل هتتمكن من محاربتهم ولا مش هتقدر؟ محاربته ازاي بقى؟ المسلسل داخل فيه اكشن، فيه مطاردات، يعني الفكر بتاعك يعني الموضوع ماشي ازاي؟ اي اتجاه؟ فيه اكشن، فيه مطاردات؟ لا 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 لا، احنا مسلسل اجتماعي سسبنس قايم على السسبنس. فنانة سوسن بدري كمان بتقوم بدور ام الفنانه جميله في المسلسل. احنا عندنا طبعا كوكبه من الممثلين، طبعا بدايه من الفنانه الجميله ريهام حجاج بطله العمل، والفنانه القديره سوسن بدر، معانا النجم عبير صبري، النجم يسرى اللوزي، الفنان احمد وفيق، الفنان هاني عادل، مجموعه كبيره جدا. يعني انا بخايف انسى حد، لكن احنا معانا كميه ممثلين هايلين جدا جدا. في مباريات تمثيليه طبعا بيقود هذه المباريات صديق المخرج الكبير سامح عبد العزيز، ويعني بصمته واضحه في العمل، واحنا مقدمين عمل يعني ان شاء الله يعني يلقى
قبول الجمهور، والحمد لله من امبارح، من اول الحلقه الاولى امبارح والنهارده الحلقه الثانيه، الحمد لله في يعني ردود افعال قويه جدا انا ملاحظها سواء على السوشيال ميديا او من خلال المكالمات التليفونيه اللي جات لي من الناس كتير جدا ما اعرفهمش حتى والله، بيتصلوا وبيباركوا وبيقولوا ان العمل عمل محترم وعمل يعني بيحترم ادمغه البشر وادمغه المشاهدين. عايز اتكلم معاك يا استاذ ايمن في نقطه انه المؤلف دايما بيبقى عنده هدف من العمل اللي هو داخل يكتبه، وحضرتك بتكتب المسلسل، مسلسل جميله، ايه الحاجات او الاهداف اللي كانت في دماغ حضرتك؟ لا عندي رساله في الاول طبعا، رساله جوه الدراما نفسها لازم يبقى عندي رساله، فالرساله دي بقى تشوفوها هي ده الرساله، الفكر المطروح داخل هذا العمل، لو مفيش عمل ما يبقاش والا ما يبقالوش مؤلف، هو لازم يبقى فيه فكر مطروح اللي احنا بنسميه في بالطريقه الاكاديميه يعني بنسميها المقوله الفكريه، لازم المؤلف يكون لديه مقوله فكريه عايز يوصلها للجمهور. الرساله او الهدف ده هيطلع في مضمون العمل، وانتوا بتتفرجوا على العمل في الاخر هيبان مضمون هذا العمل انا بانشد ايه او انا عايز انا بحاول اطلع من حضرتك اي كلام مفيش فايده، مش عارفين نعرف اي حاجه احداث كده يعني، حاجه هنتابع ان شاء الله كلنا. لا تابعوا ان شاء الله باذن الله هيعجبكم المسلسل وانا متاكد من ده، وفي مفاجآت جايه يعني، في مفاجآت كبيره جدا 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 يعني غير متوقعه في هذا المسلسل. انا بشكر حضرتك وبارك لك على مسلسل جميله، وان شاء الله يعني نشوف مزيد من النجاحات باذن الله، وكل سنه وانتم طيبين جميعا، والف الف مبروك مسلسل جميله. استاذ ايمن سلامه مؤلف المسلسل، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.